يقال النفط عصب الحياة، والحقيقة أن الشباب والشابات هم عصب الحياة، فحينما يموت هذا العصب تموت الحياة بكل ألوانها، بل وبجميع مظاهرها. ولكن حتى يبقى الشباب حس الحياة النابض وعصبها الفعال وشريان حياتها، لابد من الاقتراب من مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول واقعية لهم. لابد من فهم طبيعة الشباب والتخاطب معهم باللغة التي يطمحون أن يخاطبوا بها. لذا قررنا في هذا الموسم من ساعة وصال أن نتحدث مع الشباب حول همومهم الاجتماعية والفكرية والسلوكية والدينية.